إذا كنت لا أستطيع أن أبقى فترة طويلة وأنا على وضوء، هل أعذر بالحضور إلى المساجد مبكرا ولا فيما في يوم الجمعة؟ نعم لا بأس أنك تحضر وتبكر، وإذا حصل عندك شيء من الحاجة إلى الوضوء فإنك تخرج وتتوضأ وترجع إلى المسجد لتجمع بين الفضيلتين، فضيلة التكبير وفضيلة إعادة الوضوء عند الحاجة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.